السلام عليكم everyone, this is your teacher of English مريم خيار. Hope you're doing fine. فيديو اليوم إن شاء الله راح تكون مخصصة لجميع الشعب, وهي على درس الوش. هذا الدرس للكثير من التلاميذ يتخوفوا منه ويبان لهم صعب, مع أنه على العكس تماما سهل جدا. لازم فقط القليل من التركيز واتباع قاعدة الدرس. عندنا 4 قواعد راح نتبعوهم إن شاء الله, نحلوا تمارين ونفهموا الدرس بإذن الله. في آخر الفيديو راح نخلي لكم جملة تخلوا لي الإجابة تاعها في التعليقات باش نشوف إلا فهمتوا الدرس. Children don't have a special legal protection organization. أطفال children ما عندهمش جمعيات باش تحمي الحقوق تاعهم. هنا بي عطونا they wish. كي نشوفوا wish راح نعرفوا بلي الدرس تاع الوش التمني. يقدر يعطوا لكم they wish or I wish أو you wish, ويقدر يكون if only يعني المرادف تاع wish. if only يعني يا ريت. هنا الدرس تاع الwish كنت انا شرحته في فيديو سابقة, راح نخليها لكم اسفل الفيديو. قلنا wish تعني التمني, والwish تقدر تجي في الجملة wish او if only نفس المعنى. قلنا بلي كاين 4 قواعد لدرس الwish. القاعدة الأولى راهي تقول باللي الوش كيكون في الماضي راح يولي regret اللي هو الندم, وباش نعبره على الوش أو التمني في الماضي راح نستعملو past perfect. وشنو هو past perfect؟ هو had verb past participle. كنت هدرت على قائمة الأفعال الغير منتظمة في اللغة الإنجليزية the irregular verbs, فيها تلت خانات. الخانة الأولى هي الفعل غير المصرف, الخانة الثانية هي الفعل في الماضي البسيط past simple, الخانة الثالثة فيها past participle. هذيك الخانة راح نستعملوها هنايا, نديرو had plus verb past participle إذا كان الفعل غير منتظم. إذا كان فعل منتظم كما start play راح نضيف فقط ed. هذا past perfect had plus verb past participle, أو had not plus verb past participle positive negative. القاعدة الثانية راح تقول تمني في الحاضر, كنت منا شيء الآن في الحاضر, راح نستعمل past simple اللي هو الأفعال المنتظمة نضيف لها ed, أو الأفعال غير منتظمة irregular verbs نشوفوا list القائمة. القاعدة الثالثة راح تقول باللي باش نتمنوا في المستقبل future كيكون subject أو الفاعل I or we, راح نضيفوا could plus verb stem زائد الفعل غير مصرف. كيكون عندنا they, you, she, he, it راح نضيفوا would ثم الفعل غير مصرف stem. القاعدة الرابعة راهي تقول باللي to be في التمني راح مع جميع الضمائر يولي where, يعني مع she, he, it, I, you, we, they راح نقوله where. نروح الآن نشوفوا تمارين باش نفهموا الدرس تاعنا. أول حاجة كي يعطونا في الجملة be يعطونا wish أو if only, راح نروحوا للجملة I نجبدوا الفاعل. الفاعل هنا راهو children, ثم من بعد نجبدو الفعل. الفعل هنا راهو don't have ما عندهمش. هذه هي كي جبدنا هاد الزوج راح نشوفو حاجة أخرى اللي هي زمن الفعل فاش راه. don't have راهو في ال present simple وراهو negative. كي نلقاوه present simple حنا قلنا present simple هايليك في الوش راح تولي past simple. إذن don't have راح تولي they wish, نهبطوا children مباشرة بعد الوش أو بعد ال if only. if only children or they wish children. هنا راهم يتمنوا باش هاد الأطفال يولي عندهم جمعيات تدافع عليهم ولا لا؟ أكيد راهم يتمنوا باش الأطفال هادو يولي عندهم جمعيات تدافع عليهم. إذا راح نقولوا they wish children, هنايا نرجعوها في الماضي had. علاش هاد؟ لأنه الفعل to have في الماضي هو irregular غير منتظم يولي had. يتمنوا أنه الأطفال يولي يكون عندهم special legal protection organization. نكملوا الجملة تاعنا. الجملة الموالية A. I regret having lived in such a corrupt town. يعني نتأسف. I regret معناها نتأسف باللي عشت في منطقة فاسدة. هنا الفعل راهو lived, إذا هذه having ما تهمناش, نهمنا غير الفعل. الفعل راهو lived في الماضي
قلنا الحاجة اللي مهمة نشوفها هي زمن الفعل. الفعل هو في الماضي هو past simple، والpast simple في الوش راح يولي past perfect had، past participle الفعل أو had not. هنا يا كيفش نعرفوا إلى had ولا had not؟ هادية أحطوها في بالكم، غير تشوفوا I regret أعرفوا باللي هذه regret تأسف. إذا كان الفعل ديالها هنا يا positive الفعل هنا راح يولي negative. إذا كان الفعل هنا negative بمعنى أنه يكون عندنا I regret not having not، اسمها يكون عندنا not. إذا كان عندنا هنا not هنا يا ما يوليش عندنا not، يولي positive عادي العكس، يعني راح ديروا العكس. هذه طريقة راح تساعدكم. ثانيا نبدأ ونصرفه، هنا راهو past simple، هنا نرجعه past perfect. I wish قلنا نهبطو السبجكت، وين راه السبجكت؟ هنايا الفاعل راه هو I wish I، نتمنى كون ما عشتش في هذيك المنطقة، يعني ندمان. I wish I had not، إذا هنا positive هنا negative، نضيفو not بعد الهاد، والفعل نخلوه هو lived، نخلوه مصرف. In such a corrupt town. Next sentence. I regret that Adam has bought a fake product. يعني تأسف. I regret مرة أخرى بلي آدم اشترى منتوج fake مزور. I wish وش راني نتمنى؟ راني نتمنى كون آدم ما شراش هذاك المنتوج المزور. هنا قلنا regret كي نشوفوها مباشرة الفعل، ديجا نجبدو الفعل وراه الفعل has bought. But هنا ما يهمناش الأوكسيلوري، الأوكسيليار ما تهمناش، has having had يهمنا الفعل. الفعل هنا راهو في الماضي past، إذا قلنا كي يكون هنا past هنا وش يولي؟ على حسب القاعدة يولي past، يولي past perfect. كي يكون عندنا I regret الفعل إلا كان positive هنا يولي negative، وإلا كان هنا negative هنا يقولي positive. إذا I wish شكون هو الفاعل هنا يا؟ ماشي I، ماشي أنا، نتمنى كون آدم. إذن I wish آدم، I wish آدم had not bought. قلنا الفعل نخلوه هو كيكون مع الهاد، نخلوه في الماضي. Had not bought a fake product. A. Our country should have implemented strict principles on piracy. البلاد ديالنا لازم دير قوانين صارمة لمحاربة البيراسي اللي هي القرصنة. We wish هنا يا رانا نتمناو. We wish إذن هنا يا الحاجة الأولى نشوفوها هي الفعل، نجبدو الفعل وراه implemented، ما يهمناش وش كاين قبل الفعل نحوه. Implemented راهي في الباست. هنا ما عندناش I regret، إذا ما نطبقش قاعدة هنا positive هنا يولي negative والعكس. إذا راح نفهمه هنا يا we wish وش رانا نتمناو؟ نتمناو أن بلدنا our country نهبطو هاد السبجكت، قلنا دايما نهبطو السبجكت. وش رانا نتمناو؟ رانا نتمناو بلي البلد تاعنا كون دار قوانين صارمة في الماضي. we wish our country had implemented، دخلو الفعل في الماضي، strict principles on piracy. A. All countries must contribute in the fight against corruption soon. قريبا soon. كي شوفوا soon نفهموا باللي الوش تاعنا راح يكون future في المستقبل. يعني I wish نتمنى باللي جميع البلدان، وعندنا هنا must، عندنا must اللي هو model، كي شوفوا model سكيما. Should, could, can, would, may, will, must, can. هادو ما غير نشوفوهم نحطو مباشرة القاعدة تاع الفيوتشر مع الوش. I wish نهبطو السبجكت الفاعل. I wish all countries نحطو مباشرة السبجكت. All countries وش قلنا؟ مع ال I وال we نضيف ال could، مع ال she he it we they راح نضيف ال would. إذا هنا must تروح نحيوها ما سحقوهاش، نعودوها ب could أو would. هنايا راح نديرو would، علاش؟ لأنه countries هي البلدان، نعودوها بالضمير they، وقلنا مع they راح نستعملو would plus them، الفعل غير مصرف أو بدون to. إذا all I wish all countries would contribute مباشرة الفعل in the fight against corruption soon.
A. I regret that children are treated as investments to gain profits. هنا مرة أخرى عندنا I regret أتأسف. قلنا كي تكون عندنا I regret نروح مباشرة للفعل وراه الفعل هنا هو are to be. are راهو positive إذن هنا راح يولي negative. كي يكون negative يولي هنا positive. وش من التنس راه وش من الزمن راهو present simple. إذن كي يكون عندنا هنا present simple في الA في الوش راح يولي عندنا past simple. I wish children مباشرة ماشي that مباشرة السبجكت children are هي to be و to be في الماضي هي was or were وهنا يا were علاش لأنه راهي children they جمع children were والنيجاتيف تاع were هو were not treated as investments to gain profits